لا مرحبا، اهلا وسهلا بحضرتك. قلت له يا كابتن معلش، انت ليه بتحكها وبتقول ان منتخب هولندا النسخه المغربيه؟ صديقي العزيز، مبدئيا منتخب هولندا معاه 9 لعيبه مغربيه. يا كابتن 9 لعيبه مغربيه بقياده نجم الفريق اسماعيل ودوح لاعب المنتخب المغربي السابق كمان. اه صديقي، مش عايز اقول لك حاجه، يعني نوعا ما هتحسسك فعلا ان منتخب هولندا هو نسخه مغربيه. اللي سجل هدفين النهارده 2 لعيبه مغاربه الاصل، لا اله الا الله. طب ودول لعب مع هولندا؟ لا ابن عمي، ما لعبوش مع منتخب المغرب ليه؟ المغرب هو اللي رفضهم. بجد يا صاحبي؟ اه يا صاحبي عيب عليك، انا ضحكت عليك قبل كده. منتخب المغرب هو اللي رفضهم، قال لك معلش احنا عندنا لعيبه كواليتي اعلى، فمعلش يعني كل واحد فيكم يشوف مصيره. وقرروا ان هم يشوفوا مصيرهم مع المنتخب الهولندي. ربنا كرمهم وصعدوا كاس عالم. الماتش الاول اتعادلوا قدام اوزباكستان 3-3، والماتش الثاني اللي هو كان من دقايق بسيطه اتعادلوا مع المنتخب الاوزباك، اتعادلوا مع منتخب كوستاريكا، هم اتعادلوا مع اوزباكستان واتعادلوا مع كوستاريكا، وحاليا هم المركز الثاني في المجموعه. بجد؟ اه صديقي، التعادلين هم المركز الثاني في المجموعه، لان المنتخب الباراجواي كسب المنتخب الباراجواي كسب الماتش الاول منتخب اوزباكستان. يعني يا اسطى انا شفت المجموعه كده، بس هو تقريبا في ماتش ثاني كسب كوستاريكا، مش اوزباكستان، سوري، كسب كوستاريكا، معلش يا صاحبي، كسب كوستاريكا الماتش الاول. هتقول لي ايه يعني كده المنتخب الهولندي ممكن يطلع؟ اه يا صديقي ممكن يطلع، بس بصراحه تاني وتالت ورابع اللي بيعمله منتخب هولندا بيثبت قوه منتخب المغرب وقوه المغرب في الفوتسال. تاني وتالت ورابع احنا جايبين لعيبه مغاربه بنلعب بيهم كاس العالم للفوتسال، بقينا منتخب الساجدين وبقينا منتخب المغاربه النسخه الثانيه. بجد؟ اه صديقي، عشان كده افضل اقول دايما ان ده منتخب المغرب الجزء الثاني. دخل فيهم جول بدري، بعد كده سعيد بومزوح. مين سعيد بومزوح ده؟ ده برضه لاعب من لعيبه المغاربه، سجل هدف للمنتخب الهولندي علشان اسماعيل ودوح يسجل الهدف الثاني للمنتخب الهولندي. وجيس وان بيتعادل منتخب كوستاريكا والمباراه تنتهي 2-2. طبعا كل التوفيق لمنتخب هولندا النسخه المغربيه. احنا بس بنتكلم عليهم عشان خاطر بيلعب عندهم لعيبه مغاربه. هتقول يا صاحبي ليه الماتشات دي ما اتذاعتش على المفتوح؟ للاسف بي ان سبورتس قررت ان هي تذيع ليبيا وكمان المغرب بس على المفتوح. اه صديقي مش تخسر حاجه يعني لو عملت لايك وسبسكرايب على المقفول هنا في القناه.